صباح الخير، يوم 3/4 نوفمبر، يوم جديد من ايام هذا الصباح، وبالتاكيد متابعات وتغطيات وحوارات حتتواصل معكم من دلوقتي وحتى 10 صباحا بتوقيت القاهره. وبرحب بزميلي محمد شعبان وسعداء بانضمامه الى فريق عمل البرنامج. صباح الخير. صباح الخير ريهام، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. صباح الخير وصباح الامل والعمل. ومعنا النهارده فقرات متنوعه سواء كانت سياسيه او اقتصاديه او ثقافيه او اجتماعيه، كل هذا سنتابعه لكن بعد العناوين وموجز الانباء. ومعانا من العناوين النهارده ايه يا ريهام؟ اول عناوين يا محمد عن المناوره الاستراتيجيه للقوات الجويه بدر 2014 اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، وخلالها اكد الرئيس على قدره مصر وجيشها في التصدي للارهاب. ثاني عنوان معنا عن الجيش الليبي اللي حكم سيطرته على ضواحي بنغازي، وعدد القتلى ارتفع في مدينة كاكلا إلى أكثر من 140 قتيلا. التحالف الدولي يشن 14 غارة جديدة على تنظيم داعش في سوريا والعراق، والتنظيم يسيطر على ثاني حقل للغاز بوسط سوريا. كل التفاصيل دي طبعا هنعرفها مع زميلنا محمد عبد الله اللي هيقدم لنا الموجز دلوقتي في كل التفاصيل. اتفضل يا محمد. صباح الخير. صباح الخير الهام، وصباح الخير يا محمد، واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم الانباء. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه سيتم اتخاذ المزيد من الاجراءات لاخلاء المنطقه الحدوديه في سيناء، كما اكد انه سيقوم بتعويض اهالي سيناء بملايين الجنيهات، وقد تصل التعويضات الى مليار جنيه. كما وجه الرئيس بعد حضوره المرحلة النهائية للمناورة الاستراتيجية الكبرى للقوات المسلحة بدر 2014 تحية تقدير وإعزاز واعتذار لأهالي سيناء، مطالبا إياهم بألا يتركوا أحدا يدخل بينهم وبين شعب مصر. وحث الرئيس السيسي الشعب المصري على الاصطفاف خلف الوطن لمكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الشاملة. أكد شريف أبو النجا رئيس المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية أن أهالي رفح أبدوا تفهمهم لعملية إخلاء المنازل المتاخمة للمنطقة الحدودية في سيناء، كما أوضح في تصريحات له عقب اجتماعه مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح أن الأهالي طلبوا مراجعة التعويضات مع التأكيد على الاحتفاظ بالهوية في المنطقة. مصادر عسكرية ليبية إن القوات الخاصة في الجيش الليبي سيطرت على مديرية أمن بنغازي، في حين وقعت اشتباكات بين الجيش الليبي والتنظيمات المسلحة في محيط مطار بنغازي. يأتي هذا بينما أكدت مصادر طبية بالمستشفى الميداني في كاكلا غرب العاصمة طرابلس ارتفاع عدد القتلى والجرحى إلى 142 قاتيلا و518 جريحا منذ بدء الاشتباكات المسلحة بالمدينة بين قوات الجيش الليبي وفجر ليبيا. كانت المواجهات قد تجددت بين الجانبين، وأكد الجيش نجاحه في التقدم باتجاه وسط المدينة. أعلن مسلحو تنظيم داعش المتطرف في سوريا سيطرتهم على حقل للغاز في محافظة حمص بوسط البلاد بعد معارك مع قوات الحكومية. ويعد هذا الحقل هو ثاني حقل للغاز يقع في قبضتهم خلال أسبوع، وكان تنظيم داعش قد أعلن في 30 أكتوبر الماضي سيطرته على حقل شاعر للغاز شرق حمص، بينما أصبحت المواقع المحيطة أيضا جزءا من الأراضي التي استولى عليها التنظيم. تنطلق اليوم رسميا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي وسط تحديات داخليه وخارجيه كثيره تواجه الرئيس الامريكي باراك اوباما، ما يشير الى احتماليه تراجع حزبه الديمقراطي وهيمنه الحزب الجمهوري على مقاعد الكونغرس. وتؤكد اغلب استطلاعات الراي التي اجريت مؤخرا عدم رضا الامريكيين عن الكونغرس الحالي. أمهل الاتحاد الأفريقي الجيش في بوركينا فاسو مهلة لمدة أسبوعين لتسليم سلطة البلاد إلى حاكم مدني، ووصف الاتحاد استيلاء الجيش على السلطة بعد استقالة الرئيس بليس كومباوري بأنه غير دستوري. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأفريقي عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد إن ثورة شعبية أدت إلى أن كومباوري تنحى وأنه غير دستوري. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الإفريقي عقب اجتماع لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد إن ثورة شعبية أدت إلى استقالة كومباوري إن سيطرة الجيش على السلطة ضد ديمقراطية. وأضاف أن الاتحاد سيوقع عقوبات على بوركينا فاسو إذا لم يتخلى الجيش عن السلطة في غضون أسبوعين.
نهاية الموجز، نعود مرة أخرى إلى ريهام ومحمد. وهذا الصباح محمد. شكرا لك محمد. يعني وإحنا معنا المزيد من الأخبار الأخرى أيضا اللي معنا في فقرات هذا الصباح، ونبدأ مع المناورة الاستراتيجية بدر 2014 واللي حضر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة النهائية للاطلاع على التدريبات للقوات الجوية. والرئيس السيسي أكد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لإخلاء المنطقة الحدودية في سيناء، كما أكد أنه سيقوم بتعويض أهالي سيناء بملايين جنيهات، وقد تصل التعويضات إلى مليار جنيه. بالتأكيد في إطار حضور رئيس سيسي لهذه المناورة والتصريحات الأدلى بها، أكد على أهمية الدور المنوط بالقوات المسلحة في حماية أمن مصر وربما أيضا دول المجاورة، وكذلك أشار إلى طبيعة المرحلة المهمة والحرجة اللي تشهدها مصر اللي تتطلب أن كل الأطراف وكل الجهات تقوم بمسؤوليتها، ودعا الشباب على وجه الخصوص أن هو يشارك بفعالية ويطلع بدوره في تحديد وتطوير كافة المرافق الحيوية في الدولة، وأن يكون في حالة سائدة من الاصطفاف الوطني لمكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الشاملة على كافة محاورها. المواجهة الفكرية يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع المواجهة العسكرية لجيوب الإرهاب اللي بتضرب مختلف أنحاء وطننا، وبتأكيد المسؤولية في هذا الشأن ملقاة على عاتق جهات كثيرة. لازم يكون في توعية دينية، وقوف جاد أمام أي فتاوى منتشرة وحالة من الفوضى الحقيقة بتسودها في الفترة الأخيرة، دور للإعلام، دور حتى للمثقفين في المجتمع المصري. في إطار دور التوعوي الديني، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر تكثيف إرسال القوافل الدعوية لشمال وجنوب سيناء لتحصين الناس من الفكر التكفيري الإرهابي وتعرفهم بمدى خطورته، والتأكيد بأنه لا يقره الدين الإسلامي الحنيف ولا يعترف به. ايضا يعني فضيله الامام الاكبر كلف الدكتور عباس شومان وكيل الازهر ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه والدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعه الازهر والدكتور برضه محيي الدين عفيفي امين عام مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر بالتوجه الى سيناء لبحث احتياجات المحافظه من المعاهد الازهريه والمساجد والدعاء والكليات الازهريه وتلبيه هذه المطالب بشكل فوري. ايضا طلب من وزير الاوقاف تغطيه جميع المساجد هناك بدعاة الاوقاف ومنع غير الأزهريين المؤهلين من اعتلاء المنابر، وذلك لسد كافة المنافذ أمام الإرهابيين وعدم بث الفكر الإرهابي والفكر التكفيري والقضاء على هذه الظاهرة تماما وتبني الفكر الإسلامي المعتدل الوسط. لسه مستمرين مع حضراتكم، وبالتأكيد بيكون في حرص من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم أحلب على القيام بالجولات التفقدية لتحري الالتزام بالتعليمات اللي بيقوم بها رئيس الوزراء والتعرف على أي مخالفات في حال حدثت. يقوم اليوم محلب بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبيقوم بجولة ميدانية مفتوحة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة. كمان هيقوم رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى بحيرة البرولوس للوقوف على ما تم من أعمال التطهير وإزالة التعديات بها، وكل ده بيأتي في إطار الاحتفالات المحافظة بعيدها القومي. أيضا يعني ننتقل إلى ملف آخر وهو العلاقات المصرية الإثيوبية. هناك روح من التعاون والمصالح المشتركة تعم المحادثات التي تمت في اللجنة الوزارية للبلدين التي تمت بالأمس، وكان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري أكد فيه على أن اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة عقدت من منطلق روح التعاون الجديدة بين البلدين ومحاولات بناء الثقة وكذلك المصالح المشتركة. الحقيقة محمد روح إيجابية زي ما قلت، ومحاولة لبناء جسور الثقة بين الجانبين بعد يعني مشكلات ربما كانت
كان أثرها في المقام الأول مضي أفريقيا قدما في سد النهضة، ونأمل أن يعني هذه البوادر الإيجابية تكتمل حتى تؤدي أن يكون فعلا قاعدة هي الغالبة على الطرفين، لا ضرر ولا ضرار، من حق أي دولة أنها تستفيد، شريطة ألا تضر بالجانب الآخر وبالحصص التاريخية لمصر من مياه نهر النيل. وزير الخارجية سامح شكري أوضح في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بأديس أبابا تقدير مصر لحق إثيوبيا في هذه التنمية دون التعارض مع حقوق مصر، وأكد وجود أجواء الإيجابية اللي أشرنا إليها. تقدر الإشارة إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا على 5 اتفاقيات للتعاون المشترك في مختلف المجالات. ليس هناك اهتمام فقط بالعلاقات المصرية الإثيوبية بل بكل الدول الأفريقية، فالعلاقات بين مصر وأفريقيا ممتدة منذ جذور التاريخ. أيضا مصر تقدم الكثير من المساعدات، خاصة المساعدات الطبية وكذلك في مختلف المجالات، في مجالات البناء ومجالات التعمير وغيرها من المجالات أيضا، لكن يظل المجال الصحي هو الاهتمام الأكبر، خاصة في ظل القوافل المصرية التي يتم إرسالها إلى الكثير من الدول الأفريقية لتقديم المساعدة والوقوف إلى جوار أبناء القارة السمراء. وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والإسكان، الذي أكد أن هناك حاجة من جانب الدول الأفريقية للخدمات الطبية والصحية المصرية، وذلك نظرا لتدني مستوى هذه الخدمات، على الرغم من أن هذه الدول تظهر بالكثير من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تؤهلها لتحسين اقتصادها ومواجهة الكثير من العقبات التي تواجهها. في الواقع شيء مؤسف جدا يا محمد أن تكون القارة السمراء اللي كان بينظر ليها في يوم من الأيام أن هي سلة الغذاء العالمي، أنها تشهد ما تشهده الآن من فقر وجهل ومرض ومؤامرات تحاك ضدها أيضا، يعني ومشاكل حدودية وغيره وغيره، هي دي الأسباب الرئيسية، هو ده موطن الداء اللي وضعنا إيدنا عليه، هنقدر نغير هذا الواقع نحو مستقبل أفضل بإذن الله. ده يتطلب أن أفريقيا تحتل أولوية كبيرة على جدول الدول الأفريقية الأخرى وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال. الخدمات الصحية يجب تحسينها، مصر بتقوم بدورها في هذا المجال بالتأكيد. الأمر اختلف عن اللي كان عليه في ظل الأنظمة السابقة، من نظرة دونية إلى أفريقيا كانت بتأخذ دوما على مصر. العلاقات التعليمية بالتأكيد لازم يكون لها تأثير أكثر إيجابية من دلوقتي، ده في إطار ما كشف عنه وزير الصحة من ملامح من أجل التغيير الحقيقي في المرحلة القريبة القادمة. وأكد أن الجزء الأكبر من تحرك وزارة الصحة المصرية في القارة الأفريقية حاليا يهدف لخلق سوق أفريقية واعدة لصناعة الدواء المصري، ونوه بالسمعة الجيدة اللي بيتمتع بها الدواء المصري في أفريقيا، لأن للأسف بدائله ليس حسن السم. تمام، نبقى أيضا في موضوع الطب والصحة، ولكن هنا في مصر عندنا، يعني أعلن عميد معهد الأورام الدكتور علاء الحداد عن خطة قومية لمكافحة الأورام السرطانية، على غرار بالطبع بعد ما طرح من عقار لمواجهة فيروس سي الذي يعاني منه الكثير من المصريين. هناك اتجاه أيضا من جانب معهد الأورام للبحث عن علاج لمواجهة الكثير من الأمراض السرطانية التي تواجه الشعب المصري. المهم تمتد مظلة هذا الدواء الفاعل سواء كان دواء فيروس سي أو غيره من الأدوية على نفس الغرار إلى جميع المواطنين المصريين المرضى، عشان فعلا يكون هذا الاكتشاف حقق ثماره المرجو. نتابع المزيد مع حضرتك. جهود مضنية تبذلها الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة في مصر، معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة تبنى خطة قومية لعمل مسح شامل للأورام السرطانية وخاصة أورام الثدي. واحنا شغالين على أكثر من محور، السجل القومي، وده محور مهم جدا لأنه لازم نبقى عارفين نسب الإصابة بالسرطان وأكثر السرطانات شيوعا عشان نقدر نبتدي نحاول نواجهها ونعالجها. يعني العلاج التلطيفي، وضع خطة علاج على مستوى الجمهورية كلها تبقى متوافق عليها، الإيرلي ديتكشن أو الكشف المبكر، وده بيشمل برامج الكشف المبكر على سرطانات زي سرطانات الثدي. المسح الشامل لأورام الثدي ده مشروع متبنياه وزارة الصحة وبيعمم على الجمهورية كلها. بيبقى فيه برضو في حاجات انك تقدر تعمل الكشف المبكر على الأورام بطرق مختلفة، كل ورم وليه نظام مختلف.
اللي تعمم على مستوى الجمهورية اللي هو الثدي برضو، لأن أنت السيطرة على فيروسات الكبد ده بيعتبر بيمنع الأورام، لأن التهاب الكبد فيروس الكبد ده من أكتر الأسباب المسببة لأورام الكبد، فبالقضاء عليه ده أنت هتقدر أن أنت تتغلب على أورام الكبد برضو. مرضى السرطان عبروا عن آمالهم في أن تقوم الدولة بتوفير أحدث الأدوية والطرق العلاجية للقضاء على المرض على غرار ما حدث مع مرضى فيروسي. زي ما حضرتك اكتشفوا مرض العلاج للفيروس سي، يبحثوا يدوروا على مرض علاج للأمراض الخبيثة للسرطانات. يعني حضرتك كم واحد بيموت يوميا، كم روح متعذبة، كم إنسان متعذب. أنا معايا زوجتي وبقالي دلوقتي مقرب من 6 شهور بتتعالج، وطبعا برضو مازالت بتشتكي من التعب اللي عندها وحاجات زي كده، وهي شايله الكلى ومازالت برضو بتشتكي برضو بالتعب. فامنيتنا ان شاء الله ان انتوا توفروا لنا علاج يعني كويس يقضي على المرض اللي عندها. امنيتي ان يكون في شفاء، يكون في حل، ان كده العيانين عمالين يزيدوا والمرض ده انا مش عارف منتشر جامد. هذا ويعاني قطاع كبير من المواطنين من أورام سرطانية، خاصة سرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستاتا لدى الرجال، لذا تبذل الدولة جهودا من أجل الكشف عليه مبكرا. أشرف إبراهيم، النيل. نتمنى السلامة إذن للجميع، وننتقل إلى موضوع آخر خاصة موضوع زراعي، وهناك اهتمام من جانب الدولة بالأراضي الزراعية وكذلك بالفلاحين، هناك اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا باستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وتم الإعلان عن استصلاح 4 ملايين فدان. ولهذا عقد مجلس التنمية الزراعية المستدامة اجتماعا برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي من أجل وضع خطة شاملة لدفع عجلة استصلاح الوزارة لأربعة ملايين فدان التي أعلن عنها الرئيس السيسي بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر. ده غير التيسيرات المادية اللي بالتأكيد هتمنح للفلاحين، سواء فيما يتعلق بجدولة ديون، بقروض تمنح ليهم تساعدهم على عمل الزراعي، وفي نفس الوقت لا تشترط الملكية، بما يتناسب بالتأكيد مع التشريعات الجديدة اللي أعدتها وزارة الزراعة بهدف القضاء على أي قيود ممكن تكون معرقلة لإطلاق طاقات الفلاحين والمتخصصين في مجال الزراعة وإنشاء شركات في هذا المجال الحيوي جدا في مصر. المكانة السياحية المصرية كمان حقيقة حاجة مهمة جدا، يعني غير الزراعة احنا محتاجين في النهاية ان احنا يا محمد نعمل كمنظومة، يعني تمام. ما منظومة اقتصادية متكاملة بالتأكيد، يعني ما يكونش مجال فقط واحد ومجالات تانية تتضرر او يسحب البساط من تحتها. السياحة، المقاصد السياحية المصرية المختلفة، سياحة بمختلف انواعها، بالتأكيد هو قطاع حيوي جدا بيدر دخل لمصر قطاع السياحة، وللأسف هو تضرر كثيرا على مدار السنوات الماضية، وفي محاولات جادة وحثيثة إعادة إنعاش هذا القطاع من جديد. وزير السياحة هشام زعزوع أكد على أهمية استعادة الأقصر وأسوان والقاهرة لمكانتها ولترتيبها على خريطة السياحة العالمية. يعني بالفعل إرهام، يعني زي ما أنت حضرتك قلت، يعني هناك يعني اهتمام من جانب الدولة بهذا المجال، خاصة أنه من المصادر الأساسية للدخل القومي في مصر، على الرغم من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية في مجال السياحة، إلا أن هناك مؤشرات على التعافي، خاصة أن الكثير من الدول العالمية بدأت ترفع حظر السفر عن سياحها للذهاب إلى مصر، ونشهد أفواج سياحية بالفعل موجودة الآن، لكن ليست كما كانت في الماضي وليست في معدلاتها الطبيعية التي تعودنا عليها، ولكن المحاولات مستمرة. إذن هشام زعزوع وزير السياحة عقد مع ممثلين من شركات السياحة اجتماع على فعاليات بورصة لندن العالمية للسياحة في دورتها 53، وده اللي احنا هنتابعه في التقرير دلوقتي. بالتأكيد سياحة الآثار يمكن تكون من السياحات التقليدية في مصر، غير السياحات الدينية وغيرها، لكن الخبر يعني المهم المتعلق بالخبر ده كمان يا محمد، فكرة ان احنا ندعم سياحة المؤتمرات، لان هي ايضا من السياحات المهمة جدا، والخبر ده ومن خلال منتدى اقتصادي زي فعالية بورصة لندن العالمية للسياحة، بالتأكيد توقيته مهم جدا ان هو يعطي قوة دفع لهذا الشكل من اشكال السياحة اللي بنتكلم عنها. نتابع المزيد.
وسط زخم دولي معتاد ببورصة لندن للسياحة، اجتماعات ومؤتمرات وندوات، تحدث هذا العام هشام زعزوع وزير السياحة المصري بحضور السفير المصري لدى بريطانيا ناصر كامل. وقد ارتكزت المشاركة المصرية على إعادة تقديم المنتج السياحي التاريخي الديني والثقافي برؤية مختلفة بعدما فرضت أحداث سيناء وضع خطة جديدة تماشيا مع الأحداث. بالتأكيد احنا لن نركز على مناطق اخرى ونتوقف عن دعم سيناء وجنوب سيناء تحديدا، هي المناطق الساحلية الموجودة فيها. بالعكس ده مستمر والدعم مستمر، وكل خططنا فيما يخص الترويج لهذه المنطقة الغالية من مصر مستمر. احنا بنلفت النظر ان هناك بالاضافة الى الترويج لهذه المناطق هناك مناطق اخرى محرومة مثل القاهرة والاقصر واسوان اللي هو منتج السياحة الثقافية. تحذيرات السفر تحتاج اتصال مباشر من قبل المسؤولين في قطاع السياحة مع نظرائهم وأيضا مع وزارات الخارجية ومتخذ القرار. تحديات كثيرة تواجهها السياحة في مصر، لكن حاول إصداء إيجابية. حاول بقى ندعو مؤتمرات حتى لو ما هياش مؤتمرات سياحية متخصصة، مثلا مؤتمرات أطباء، مؤتمرات أي سياحة تحفيزية، بنحاول إن احنا نجلبها للأقصر وأسوان. وقد بلغ حجم التعاقدات في البورصة العام الماضي قرابة 5 مليارات جنيه استرليني، وهذه دعوة قوية للاشتراك. عملنا كذا اجتماع النهاردة الصبح مع different nationalities منهم الأمريكان، واللي تأكدنا منه ان هم راجعين مصر تاني، راجعين كايرو ومستهدفين وعايزين يرجعوا القاهرة بجانب الصعيد. العملاء اللي هم الموجودين اللي احنا بنتعامل معهم دي بنشوف ازاي نزود المجاميع اللي هم بيبعتوها او الاعداد اللي هم بيبعتوها، ووجودنا هنا بيخلينا نقابل كمان شركات جديده. ويزور البورصه سنويا وزراء مهتمون، خبراء ومسؤولون ومهنيون من شركات السياحه والطيران والخدمات في كل الدول، فضلا عن الزائرين العاديين ومندوبي الصحف والتلفزيونات العالميه. من الرائع جدا لخبر إعادة افتتاح معبد نيفرتاري. لقد زرت مصر مرارا وأعتقد أني سأعاود الكرة، فما زال هناك الكثير للاستمتاع به. وتدرج البورصة هذا العام عددا من الموضوعات كتحديات الطيران ومستقبل السياحة العالمية في ظل الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية. تتعدد الأسباب لتواجدي في بورصة لندن السياحية، لعل أهمها حجم المشاركة الدولية، وتشارك مصر بوفد من القطاع الرسمي والخاص، إضافة إلى تواجدي 65 شركة، فالترويج والتسويق للسياحة المصرية والعمل الجاد مطلوب بقوة هذه الفترة. من إكسل لندن، أميرة عباس، النيل. نستمر أيضا في موضوع السياحة والجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، خاصة هناك المعارض التي توجد داخل مصر تسعى إلى إظهار الوجه الحضاري والسياحي والثقافي والتاريخي لمصر لتنشيط السياحة وجذب المزيد من السياح الأجانب إلى مصر، وبالتالي عودة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى. وكان هذا هو الهدف الذي سعى إليه معرض التصوير الفوتوغرافي معرض مصر اللي ما اتشافتش بمتحف محمود خليل بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة وقطاع الفنون التشكيلية، وتم عرض لوحات مصرية تعبر عن الماضي والحاضر في مصر والتاريخ الحضاري والثقافي والفرعوني أيضا للحضارة المصرية منذ قديم الأزل. نتابع المزيد في هذا التقرير. مصر اللي ما تشافتش، معرض للتصوير الفوتوغرافي استضافه متحف محمود خليل الثقافي تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة وقطاع الفنون التشكيلية. نعمل ربط بين الوزارات، وزارة الثقافة ووزارة السياحة والفنانين المصريين اللي بيصوروا صور كتيرة لمصر وما عندهمش طريقة يوصلوها لوزارة السياحة. أنا عايز أقول لك بس نكمل الصور السياحية اللي احنا بنشوفها عن مصر، ما تجيش 10% من الأماكن السياحية اللي في مصر. فدي جت أهمية المعرض ده، إن احنا نعمله تعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة ونقدم اللوح المعروضة للفنانين المصريين دي كلها هدية لوزارة السياحة عشان تستخدمها في الدعاية عن مصر. المعرض ضم 62 عملاً يقدمه 18 فنان ما بين صور لشارع المعز وسانت كاترين ونفرتيتي والمتحف المصري والنوبة والأكلات المصرية الشعبية وغيرهم. هو المعرض يعني من اسمه يعني مصر اللي ما شفتهاش، يعني
بندور على جماليات اللي موجودة في مصر علشان نعرضها. فكل واحد عبر من الفنانين بوجهة نظره، وأنا عبرت كمصور أساسي مصور صحفي بأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصورة الفوتوغرافية. هدف المعرض أو فكرة المعرض جات أن احنا عايزين نوصل صورة حضارية قديمة وصورة سياحية جديدة لمصر بمفهوم ومنظور تاني خالص من الزوايا ومن الصور ومن الأعمال ومن الأماكن، منها الأماكن اللي خارج الخريطة السياحية خالص ما حدش يعرف عنها حاجة. احنا بنحاول نعيد احياء الاماكن دي ندخلها على الخريطة السياحية تاني. حرص على حضور المعرض عدد كبير من الفنانين والمبدعين والمصورين ومحبي التصوير الفوتوغرافي. انا شايفة ان المعرض كامل متكامل، وزارة السياحة وزارة الثقافة يعني عاملين مجهود جامد جدا جدا، ومساعدين كل المصورين ان هم ينزلوا كل حتة ويصوروا في الاماكن دي كلها. وانا متهيألي ده المعرض ده يعني بشرة خير ان شاء الله لتنشيط السياحة يا رب، وترجع مصر زي زمان واكتر باذن الله. المعرض فيه مجهود كبير وفيه فن عظيم وبيعبر عن مصر في كل حاجة، في أثار، في جوامع، في كنائس، في مناظر طبيعية، وفي فن متنوع ومجهود كبير جدا. المعرض سيستمر لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وهو متاح للجمهور مجانا. من متحف محمود خليل، أميرة فتحي، النيل. عجلة التقدم العلمي لا تتوقف، التكنولوجيا بتفاجئنا كل يوم بالجديد. المرة دي إحدى الشركات عاملة في مجال برامجيات الكمبيوتر أعلنت عن ظهور تطبيق جديد يحمل اسم فوتو ماث، يمكن أن يحمل على الهواتف الذكية ليعمل على حل مسائل الرياضيات بعد تصويرها بكاميرا الهاتف. بكل بساطة يمكن لمستخدم هذا التطبيق أنه يقوم بتصوير الرموز الرياضية، بعد كده يقوم بتحليل المسائل المطروحة الموجودة بالصورة، ويوصل بعدها لحل المسألة اللي ممكن تكون عويصة على عقول البعض. يمكن لهذا التطبيق قراءة التعبيرات الحسابية والكسور والقوى والجذور والمعادلات الخطية البسيطة، إلا أنه لا يحل واجبات التفاضل والتكامل بعد. مشكلة دي للأسف مش هيعرف يحل واجبات التفاضل والتكامل، يعني نأمل يكون في اختراع جديد لسه لا تتوقف عن الإبداع، يعني هيحلوها أكيد. يعني رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة مريم فخر الدين عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض إثر تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بجلطة في المخ. لما بنقول مريم فخر الدين بنفتكر رد قلبي، بنفتكر الأيدي الناعمة، حكاية حب، والحقيقة أفلام سينمائية كتير جدا أثرت بيها الراحلة مريم فخر الدين الساحة الفنية. والجميل الحقيقة في كل هذه الرموز إن هي حتى وإن غادرت دنيانا إلا إن هي بتبقى حية عبر أعمالها الفنية المتميزة. بتلوموني لقتا لو شفتم عينتا حلوين قد ايه ترى، حتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني. هكذا شد العندليب الأسمر لواحدة من فاتنات الزمن الجميل وصاحبة الوجه الملائكي الهادئ، هي الفنانة مريم فخر الدين، واحدة من أبرز جميلات السينما المصرية. ولدت مريم فخر الدين عام 1933 بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية، وحصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية. ولم تفكر مريم فخر الدين في العمل بالتمثيل، ولم يكن الفن ضمن أحلامها، إلا أن فوزها بلقب أجمل وجه في المجلة الفرنسية إيماج أهلها لتقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائية ليلة غرام عام 1951. اشتهرت في السينما العربية وخاصة في فترة الخمسينيات والستينيات بأدوار الفتاة الرقيقة والعاطفية، ولكنها نجحت في الخروج من الشخصية النمطية وقامت بأدوار مختلفة بعد ذلك. رصيد مريم فخر الدين حافل بالأعمال الفنية الممتعة، حتى وصل عدد أفلامها إلى 240 فيلما أبرزها رد قلبي، الأيدي الناعمة، حكاية حب، ومع الذكريات. اختلفت أدوار مريم فخر الدين
الستين مع مطلع السبعينيات لتقوم بأدوار مختلفة مثل دور الأم في أفلام بئر الحرمان والأضواء. وتعتبر مريم فخر الدين من الممثلات المحبات لعملهن والمخلصات، حيث ظلت طوال حياتها الفنية تعمل دون انقطاع، وشاركت في بعض الأعمال بمشاهد صغيرة، كما قامت بإنتاج 3 أفلام هي رنة خلخال، رحلة غرامية، وأنا وقلبي. رحلت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بجلطة في المخ خضعت على إثرها لعملية جراحية، إلا أنها أصيبت بغيبوبة تامة حتى وافتها المنية عن عمر يناهز 81 عاما، لتفقد الشاشة واحدة من أجمل فنانات الزمن الجميل. الإنسان بيسأل عن عمره فيما ضيعه وعن صحته فيما أفناها، وبالتأكيد لما الإنسان بيقدر يقدم جديد ويكون ليه جماهير وفن راقي، بالتأكيد هو قدر ينجز جزء كبير جدا على مدار حياته. مفيش حد بمنع عن المرض، حتى الرياضة يمكن مش بعيدة عن المرض. كرة القدم والإفريقية على وجه التحديد بتواجه خطر الإيبولا، وكان في محاذير الحقيقة صحية، لكن يبدو حتى الآن إن مفيش استجابة ل فكرة أن يكون في تأجيل لنهائيات أمم أفريقيا. يعني ممكن الاتحاد الدولي للكرة خطب المغرب لتحديد موقفها النهائي من هذا الأمر، وهل ستنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية أم لا؟ يعني المزيد من التفاصيل بالطبع سنتعرف